السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا شباب؟ جاهزين نبدأ؟ يلا بينا. طيب، بالنسبة بقى لفكرة المشروع والكيس ستادي، ركزوا معايا بقى يا شباب عشان يعني أقول لكم الخلاصة بتاع الموضوع ده، وإن شاء الله نبدأ بقى بإذن الله أو نعمل فاينلايز البروجكت لو إحنا لسه ما ابتديناش. طيب، فكرة المشروع بمنتهى البساطة، أنا بقول لكم اختار أي شركة، أي فكرة، واعمل لها، طبق عليها كل حاجة إحنا درسناها. فأنا عشان أكون معاكم عملي هوريكم أحد المشروعات لطلبة زي حضراتكم يعني. فأوريكم بس مشروع طلبة عملوه، طلبة MBA وخدوا عليه درجة كويسة. طيب، المثال اللي قدامنا ده، ده مثال لمشروع تخرج او مشروع ماده الكونتمبرري مانجمنت لمجموعه من الطلبه في السمارت فيليج ام بي اي كونتمبرري مانجمنت، نفس الماده بتاعتكم. فالطلبه عملوا ايه؟ الطلبه قال لك انا هعمل سلسله محلات سوبر ماركت. هم اللي اختاروا الفكره، فقال لك انا هعمل سلسله محلات سوبر ماركت زي مثلا اولاد رجب، زي خير زمان، زي المحمل او غيرها يعني، سعودي يعني او غيرها يعني. فقال لك هم هيسموا نفسهم برايم، هم لوحديهم الفوا لوجو وعملوا سلوجان لوحديهم. يعني خلي بالك كل ده شغل الطلبه، انا ما عملتش معاهم حاجه خالص. فالطلبه نفسهم صمموا اللوجو بتاعهم، وهم اللي اختاروا السلوجان بتاع الـ يعني المشروع بتاعهم. ادي الطلبه نفسهم، صابرين، محمود، احمد، احمد، مصطفى، اسماء الطلبه. كتبوا لنفسهم فيجن to be the first supermarket in our community offering the most inventing buying environment. كتبوا كلمتين حلوين، الفيجن بتاعتهم، الرؤيه. كتبوا لنفسهم الميشن، احنا مين وبنعمل ايه وايه السيرفيس اللي بنقدمها، مين هم العملاء اللي احنا بنخاطبهم، ايه هي نوعيه المنتجات او الخدمات اللي بننزل بيها. وزي ما شرحنا قبل كده، عاده كلمه فيجن بتبدا بكلمه تو بي، قلنا الكلام ده، انا بس براجع يعني. وعاده الميشن بتغطي حاجات كتيره، بتغطي احنا مين، ايه المنتجات اللي بنقدمها، بنبيع فين، ايه هي نوعيه العملاء اللي بنستهدفها، ايه هي الاسواق اللي احنا بنستهدفها، ايه هي حقوق الموظفين جوه الشركه، ايه هي حقوق العملاء، ايه هي حقوق الديفرنت ستيك هولدرز، ايه مثلا فلسفه الشركه، الفاليوز، القيم بتاعه الشركه، كل دي بتتحط في الميشن. طب لو انا ما اعرفش اكتب ميشن، اول مره في حياتي اكتب ميشن، استعين بالانترنت. يعني هم مثلا سلسله محلات سوبر ماركت، ممكن يدخلوا على الانترنت ويشوفوا يعني سمبل ميشنز او اكزامبلز اوف ميشنز السوبر ماركت، هيلاقي طبعا يعني عشرات الميشنز ستيتمنت، ياخدها يعمل لها كاستمايزيشن ويحطها عنده في البروجكت بتاعه. نفس القصه بالظبط بالنسبه للفيجن. طب هو لو ما بيعرفش يصمم لوجوز، ابسط حاجه اجيب صوره من على الانترنت ويعمل لها اديت كده في الفوتوشوب وخلاص. فهم اختاروا نفسهم برايم ريستورا واشتغلوا على كده. عملوا سوات اناليسيس بنفس الطريقه اللي اتعلمناها، من وجهه نظرهم حطوا الليست اوف سترينثز اللي عندنا، الويكنسز اللي عندنا، الثريتس اللي عندنا، الاوبورتيونيتيز اللي عندنا. وبرده نفس القصه حضراتكم هتعملوها. يبقى لغايه دلوقتي اختاروا اسم شركه، هم صمموا لها سلوجان ولوجو، اختاروا اللوجو بتاع الشركه ورسموا السلوجان، هم لوحديهم اختاروا الميشن والفيجن، عملوا السوات اناليسيز للشركه، طبق على الشركه البيزنس كانفاس موديل، نفس الموديل بالظبط اللي احنا درسناه وجالكم في الامتحان، طبقوه على الشركه. كتب مين هم الكي بارتنرز بتوعنا، مين هي الكي اكتيفيتيز بتاعتنا، ايه الكي ريسورسز بتوعنا، ايه الفاليو بروبوزيشنز، ايه الكاستمر يعني ريليشن شيب، ايه الكاستمر سيجمنتس، ايه الكاستمر شانلز، الريفينيو ستراكشر، الكوست ستراكشر. فكانه بالظبط نفس الكيس ستادي اللي جات لكم في الامتحان بتاعت لينوفو. هم خدوا الكيس ستادي بتاع برايم ريستوران او سوبر ماركتس وعملوا عليها البيزنس كانفاس موديل. بعد كده عملوا فيزابيليتي ستادي. طبعا فيزابيليتي ستادي زي ما درسنا هي عباره عن كذا شق، فيها جزء في ماركت اناليسيز بيتكلم على الايكونوميك فيزابيليتي ستادي، بيتكلم على الماركتنج فيزابيليتي ستادي، بيتكلم على التكنيكال فيزابيليتي ستادي والاوبريشنال فيزابيليتي ستادي. فابتدوا نفس القصه يتكلموا هم كمان على الماركت فيزابيليتي ستادي، وابتدى يتكلم مين هم المنافسين بتوعنا، ايه هو حجم السوق اللي احنا بنستهدفه، ايه نوعيه العملاء اللي بندخلها. طب احنا مثلا هم بالنسبه لهم فتحوا في 6 اكتوبر، طب احنا هنركز في 6 اكتوبر بس، ولا ممكن يبقى في مثلا ديليفري للشيخ زايد، او ممكن يبقى في مثلا فرع تاني نفتحه بعديها بكام شهر كده في الهرم او في المعادي او في مصر الجديده. فابتدى يتكلم بشيء من التفصيل على
الماركت اناليسز الخاصه بيه، التكنيكال اناليسز، انا عشان افتح السوبر ماركت ايه التجهيزات اللي محتاجها، ايه الالات والمعدات اللي محتاجها، محتاج عماله قد ايه، محتاج ستاف قد ايه. ابتدى يتكلم على التكنيكال اناليسز وطبعا بتفاصيله. ابتدى يتكلم على الاوبريشنال اناليسز، اللي على سبيل المثال الاوبريشنال اناليسز هدور المكان ازاي، محتاج عماله قد ايه، اعمل مثلا نايت شيفت. هو بالنسبه له هو اشتغل 24/7 وبالتالي هو شغال 24 ساعه في 7 ايام في الاسبوع، يعني مش هيقفل السوبر ماركت بتاعه من وجهه نظره يعني. فهو ممكن يكون عنده مثلا الثلاثه شيفت بيناولوا بعض، ممكن يكون في عنده بقى طريقه مثلا للاوبريشنز، حاطط خطه بقى ليه يتعامل ازاي مع السبلايرز، ولا يتعامل ازاي، في عنده ديليفري، عنده موبايل اب، عنده مثلا كول سنتر، او عنده شو يعني رقم تليفون هوت لاين الناس بتتصل عليه. كل التفاصيل دي كلها تلاقيه كاتبها يعني. طب الجزء اللي خاص بالفاينانشال اناليسيس، متابعين يا شباب ولا حد عنده سؤال؟ هو ده اللي انتوا هتعملوه. انا قلت بدل ما اشرح لكم نظري اجيب لكم مثال محلول، وده مثال زميل زيكم يعني بس في سمارت فيليج، وعاملين شغل عالي واخدين درجه كويسه. يبقى زي ما قلت لكم، انا اللي مطلوب منكم تطبق الكلام اللي احنا قلناه نظري تطبقه عملي على فكره المشروع بتاعك يعني. انت من حقك تختار الفكره، وانت من حقك تعمل كل حاجه، انا بس بديك جايد لاينز، بس انت اللي هتعمل كل حاجه يعني. طب بالنسبه للفاينانشال اناليسيس برضو نفس القصه، انا كنت بديكم في التمبلتس بنحدد الكابكس والاوبكس، انا هصرف قد ايه كابيتال اكسبندتشر على التجهيزات، او محتاج راس مال قد ايه عشان ابدا المشروع، محتاج اصرف قد ايه كاوبكس او اوبريتنج اكسبندتشر على المشروع. فابتدوا يحسبوا الحسابات دي يعني. من وجهه نظر قال لك انا هاخد قرض من البنك 10 مليون على كام سنه، على 5 سنين، بانترست ريت في حدود كذا. هو ادوا شويه اسامبشنز واشتغلوا عليها. هو من وجهه نظر بيقول لك انا محتاج 10 مليون عشان مش عارف ابدا كذا، او المشروع بتاعه محتاج 20 مليون في واقع الامر، فقال لك انا هدخل ب 10 واخد قرض ب 10 يعني من وجهه نظره، وعامل البريك ايفن بتاعته بعد 8 شهور من وجهه نظره، وراسم بقى الـ يعني التفاصيل كلها في البيزنس بلان. فجي في البيزنس بلان اتكلم على البرانش لوكيشنز، اتكلم على الماركتنج بلان بتاعته، هيسعر ازاي منتجاته، هيعمل اعلانات ازاي، الميزات التنافسيه اللي في المنتج بتاعه. ابتدى يدي بقى شويه تفاصيل خاصه بالتسويق معايا. دخل على الحته بتاعه الاتش ار، طيب احنا مثلا الاستراكشر بتاع المؤسسه بتاعتنا ازاي، عندي مثلا مدير عام للفروع بتاعه سوبر ماركت برايم، عندي مثلا اكتر من اداره، عندي مثلا في يعني ادارات مختلفه جوه الشركه يعني، ده وجهه نظره. وبعد كده الموظفين بقى، عندي كم موظف هنا وكم موظف هنا وكم موظف هنا وكم موظف هنا من وجهه نظره. طب ايه التولز اللي انا محتاجها؟ محتاج بقى قطاعه، محتاج ميزان، محتاج ثلاجات عرض، محتاج ارفف، محتاج. فكتب بقى كل الحاجات اللي هو محتاجها، وابتدى يحسب ال 20 مليون دي جت منين. فكاتب بقى انا محتاج معايا مثلا هأجر مكان ولا هشتري مكان هيكلفني كذا، محتاج من ثلاجه ومش عارف كذا وكذا هيكلفني كذا، محتاج مثلا فرنيتشر وفاسيلتيز هيكلفني كذا، محتاج عربيه هيكلفني كذا، محتاج طيارين ثمان موتوسيكلات هيكلفوني كذا، محتاج ادفع مرتبات كذا. ابتدى بقى يعمل بريك ايفن لكل التفاصيل اللي عنده، وابتدى يعمل الجزء الخاص بالمصروفات اللي عنده على مدار الثلاث سنوات، عمل فوركاستنج على مدار ثلاث سنوات هصرف قد ايه، فرسم الرسمه اللي عنده. وابتدى بقى يعمل الكلام اللي احنا قلناه، الاوبريشن اكسبنسز، انا السنه الاولى هصرف كذا، السنه الثانيه هصرف كذا، السنه الثالثه هصرف كذا. وابتدى يرسم الريفينيو فوركاستنج، انا متوقع يدخل لي قد كذا في يناير، قد كذا في فبراير، قد كذا في مارس، عشان يعرف بقى هتكيت معاه بعد قد ايه، او يوصل البريك ايفن بوينت بعد قد ايه. رسم الكلام ده، عرف يطلع بنقطه البريك ايفن بالنسبه له هو يعني على سبيل المثال. الكاش فلو طبعا حضراتكم درستوا الكاش فلو، فهو عمل الكاش فلو للثلاث سنين الجايين 21 و22 و23، فعمل الكاش فلو. طبعا ممكن اول سنه تبقى بالماينس، بعد كده تبقى بالبوزيتيف، يعني ده طبيعي، مفيش مشروع بيكسب من اول سنه يعني. فالمهم فهو عامل الكاش فلو بتاعه بنفس الطريقه اللي انتوا درستوها، الكاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتيز، الكاش فلو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز، الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز. راسم الكلام ده، طبق البورتر 5 فورسز على المشروع بتاعه،
من وجهة نظره انا عندي الريل اللي هي اول فورس من وجهة نظره دي moderate to high, من وجهة نظره النيو انترانس moderate to high, من وجهة نظر bargaining power of supplier low, من وجهة نظر bargaining power of buyers high to moderate او moderate to high, والthreats of substitute moderate. وطبعا كاتب الجاستيفيكيشن ليه مودريت او ليه هاي او ليه يعني لو معايا. طبعا ممكن ازود عن كده, انا بس بديكم مثال يعني. ممكن ازود بقى احط تطبيقات انسف, انا ممكن اعمل ماركت ديفلوبمنت استراتيجي وافتح مثلا في اسوان, افتح في الاقصر, افتح زي بالظبط كده ما اوكازيون عمل عندنا. فتلاقي عندنا اوكازيون مثلا فتح له فوق ال 200 فرع في مصر كلها, او زي مثلا يعني سلسله محلات خير زمان او غيرها. فانت ممكن تشتغل ماركت ديفلوبمنت استراتيجي, ممكن تشتغل مثلا المنهجيه بتاعتك ديفرنشيشن ولا كوست ليدرشيب, ممكن تعمل مثلا فيرتيكال انتجريشن مع السبلاير او هوريزونتال انتجريشن. فدي كلها ممكن تفكر فيها, انا بس بديكم مثال يعني. طيب نشوف مثال تاني. بصوا معايا مثال تاني. المثال التاني قال لك انا هعمل الفكره بتاعتي على موبايل ابلكيشن. احنا بقى في عصر المعلوماتيه وهنعمل الابلكيشن بتاعي على الموبايل. وجهه نظر مقبوله برضو. فبرضو نفس القصه, دول ده مثال تاني خالص ملوش علاقه بالمثال الاولاني. فهم هيسموا نفسهم اب كافيه, سمى نفسه كده موبايل ابلكيشن. برضو نفس القصه, حط الميشن والفيجن وحط الاستيتمنت بتاعته وكتب الاوبجكتيفز بتاعته. هو عباره عن سوفت وير ديفلوبمنت, هيعمل ابلكيشن يعني زي مثلا اطلب دوت كوم, زي مثلا او ال اكس يعني ابلكيشن. فحاطط برضو نفس القصه الميشن بتاعته والفيجن بتاعته والاوبجكتيفز اللي هو عايز يحققها. كاتب الكي تو سكسس, انجح ازاي. فكاتب بقى النقاط اللي هو لازم يركز عليها عشان ينجح الابلكيشن بتاعه. الديسكريبشن اوف بزنس, ابتدى بقى يشرح البيزنس بتاعه. اللوكيشن, احنا شغالين من ساعات عمل من كذا الى كذا وهكذا. طيب ممتاز. الديسكريبشن اوف بزنس, شارح ايه المنتجات والخدمات اللي بيقدمها, السبلايرز اللي بيتعامل معاهم. عمل سوات اناليسز بنفس الطريقه بس هو عملها بقى على المنتج بتاعه او الشركه بتاعته. عمل حاجه اسمها توز اناليسز, احنا ما لحقناش ناخدها في الكورس بتاعنا بس ان شاء الله هتاخدوها بالتفصيل في الاستراتيجيك مانجمنت كورس. ففي حاجه اسمها توز اناليسز بتيجي بعد السوات اناليسز, ما لحقناش نقولها يعني في وقتنا ومش مطالبين بيها في المشروع بتاعنا يعني. بس دي كانت حته ادفانسد من زمان عملها. ابتدى يعمل بقى البيستل, البوليتيكال فاكتورز, السوشيال فاكتورز, الايكونوميك فاكتورز, التكنولوجيكال, الليجال, اللي هي البيست الاناليسز. عمل الفايف فورسز بتاعت بورتر, اتمسك بقى كل قوه من الخمس قوه اتكلم عنها. ابتدى بعد كده بقى يتكلم على الماركت سيجمنتيشن, يعمل سيجمنتيشن للسوق, مين هم المنافسين بتوعنا, ايه الاسعار او البرايسنج اللي بتاع المنافسين بتوعنا عشان يعرف يسعر المنتج او الخدمه اللي نازل بيه. برضو اشتغل على البيزنس كانفاس موديل, ابتدى يتكلم بقى على التسع اليمنتس بتوع البيزنس كانفاس موديل على الكيس بتاعته. ابتدى يتكلم على الاوبكس والكابكس عشان يعمل الفيزابيليتي ستادي. فاتكلم بقى على التفاصيل بتاعت الاوبكس والتفاصيل بتاعت الكابكس عشان يطلع في الاخر بالفاينانشال فيزابيليتي ستادي معايا. فده كان الكونكلوجن بتاع الفيزابيليتي ستادي بتاعته معايا. طبعا في حاجات تانية اكتر من كده بس هو مش مزودها زي ما اتفقنا. كان ممكن بقى يتكلم على الاستراتيجيز, كان ممكن يدي تفاصيل بتاع الاتش ار, كان ممكن يدي تفاصيل خاص بالماركتنج وهكذا. انا بديكوا افكار, طبعا انت هتعمل اللي انت عايزه, انا بديك افكار بس. مين عنده سؤال؟ ما عنديش مشكله يا كريم, هبعت لكم البروجكتس, خلي بالكم دول فور جايدنس يعني, بس ما عنديش مشكله. بس زي ما قلت لك المشروع بتاعنا هو تطبيق عملي على كل كلمه خدناها في الكورس, تطبيق عملي. يعني احنا اتكلمنا على الميشن والفيجن والاوبجكتيف والاستراتيجيك مانجمنت والفيزابيلتي ستادي والبزنس بلان, كل الكلام ده هنعمله. اتكلمنا على السوات اناليسيز, اتكلمنا على البزنس كانفاس موديل, اتكلمنا على بورتر فايف فورسز, البيستل, وطبعا از ماتش از يو كان. يعني كل ما تعمل تحليلات اكتر كل ما تاخد درجه اعلى.
معايا؟ يعني زي ما قلت لكم زمايلنا في عندهم ميسنج بوينتس يعني، بس يعني كل ما انت هتعمل تطبيقات اعلى، كل ما انت او تحليلات افضل، كل ما هتاخد درجه اعلى في المشروع بتاعك يعني. نبص مثلا على مشروع ثالث. ده برضو نفس القصة، ده زمايل زي حضراتكم كده قرروا يعملوا حاجة زي منتجع مثلا أو كومباوند برضو في الشيخ زايد، عشان هم الطلبة دي في سمارت فيليج، فكلهم ساكنين في أكتوبر والشيخ زايد يعني، فزي ما حضراتكم كلكم يعني ساكنين قريب من أسوان أو الأقصر، هم برضو نفس القصة، هم معظمهم ساكنين في الشيخ زايد وأكتوبر يعني، فبرضو هم دول قرروا يعملوا المشروع بتاعهم على مجتمع يعني على كومباوند في مدينة الشيخ زايد على سبيل المثال. طيب نبص بص كده مع زمايلنا، فهنا اسم المنتجع وابتدوا يتكلموا شويه بقى برودكت ديسكريبشن ويشرح المشروع بتاعه، ابتدى يتكلم على الميشن ستيتمنت بتاع المشروع بتاعه، الفيجن ستيتمنت بتاع المشروع بتاعه، ابتدى يتكلم ايه الجولز بتاعته في المشروع ده، ابتدى يحقق الاوبجكتيفز او يتكلم على الاوبجكتيفز للمشروع، البيزنس نيدز ليه احنا محتاجين نعمل مشروع زي ده في مدينة السادس من اكتوبر من وجهة نظره، ايه الديليفرابلز اللي انا هسلمها في الاخر، ايه السكسس فاكتورز، امتى اقول المشروع ده نجح، وبالتالي لازم اقول عوامل النجاح اللي تنجح المشروع. ابتدى يتكلم بقى على فريق العمل اللي شغال معاه في المشروع، انا عندي اكتر من شخص كل واحد ليه رولز وريسبونسابيلتيز، الحته بتاعت الاتش ار ابتدى يتكلم عنها، فابتدى يعمل ديسكريبشن بقى مين الناس اللي شغالين معايا في المشروع وايه الريسبونسابيلتيز بتاعتهم، هينفذ المشروع بتاعه ازاي، ابتدى يعمل زي سكادوال كده وتايم لاين، وابتدى يتكلم على التاسكس او الاكتيفيتيز اللي هينفذها، الاجراءات بتاعت التنفيذ، التولز والتكنولوجي اللي محتاجها ابتدى يتكلم عنها، ابتدى يدي فكره عامه عن الريسورسز اللي محتاجها في المشروع بتاعه، ابتدى يتكلم على الكوست اناليسز المصروفات بتاعته بقى، ويعمل بريك ايفن والكابكس والاوبكس زي ما احنا قلنا، وكمان يتكلم على هيعمل بقى تمويل ذاتي المشروع ولا يعني، من وجهه نظره قال لك المشروع 3,266,000,000، طبعا ده رقم مش عارف بقى هتجيبها ازاي يعني، بس يعني ابتدى بقى يتكلم على التفاصيل الخاصه بيه التنفيذ، ابتدى يتكلم على الريسكس اللي عنده يعني، دي كانت فكره زمان، ومدي طبعا بعض الصور متخيل للشكل المعماري بتاع المكان عليه. طبعا ممكن يكون الفريق ده اصلا فريق مهندسين معماريين، فممكن يكون ده فعلا مشروع من مشاريع الشركه، بس انا بس بديكم امثله يعني. اخر مشروع هنبص عليه برضو دول زمايلنا كانوا عاملين بيزنس بلان لشركه سموها اير جو اير كايرو، ده حاجه شبه يعني دكتور محمد يعني الشركه السياحيه بتاع دكتور محمد يعني. اير جو اير كايرو، كايرو ده اسم الشركه والسلوجان بتاعها، فبيتكلم على شركه يعني بتقدم خدمات سياحيه او خدمات السفر والترحال، برضو اتكلم على الميشن والفيجن بتاعها واضحة، فكتب الميشن والفيجن بتاع الشركة، ابتدى يتكلم بقى على التكنيكال ستادي اكزيكتيف سامري، هيتكلم على اربعة بيلرز اساسيين، هيتكلم على البيزنس لوكيشن اند موديل، هيتكلم على الريتشنج بوسابيلتيز الايكويبمنت اوف هيومن اند هيومن ريسورسز والجاب ان مارك ان ايجيبشن ماركت، هيتكلم برضو نفس القصة بقى على البيزنس موديل، هيقعد يتكلم على اللوكيشن الكاستمرز الامبلويز، هيتكلم على البيزنس كانفاس موديل، هيتكلم على الاورجنايزيشنال ستراكشر، ده مدي تفاصيل اكتر وشارح الهيكل التنظيمي بتاع الشركه بتاعته، حتى لدرجه عامل شكل اللاي اوت المكاتب عامله ازاي، الناس قاعده فين، الصالات يعني، عامل تفصيل اكتر،
ابتدى يتكلم اكتر ايه الايكويبمنتس اللي انا محتاجها، وابتدى يدي التفاصيل بتاعتها. ابتدى يتكلم على الفورسز بتاعت بيستل، البوليتيكال كونديشن اللي بتاثر على المشروع، الايكونوميك كونديشن، لو في اي ظروف خاصه بالبيئه. ابتدى يتكلم على الفاينانشال بلان والماركتنج بلان والاوبريتنج اكسبنسز. نفس القصه، عامل الجزء بتاع الريفينيو والبروفيت، وعامل بريك ايفن اناليسز. وبيطبق البورترز فايف فورسز موديل، وعامل جاب اناليسز ما بين مين هم مثلا المنافسين بتوعه. بيقول لك عندي مثلا خطوط التركيه وخطوط كذا، يعني من وجهه نظره يعني، وبيتكلم عنهم المين كومباتيتورز عنده. وبيتكلم بقى على الشراكات او يعني الاوفرز اللي هيستخدمها مع بعض الاماكن الاخرى، يعني وجهه نظر. مين عنده سؤال؟ مين عنده سؤال يا شباب؟ اللي عنده سؤال يسأل. احنا خدنا اربع امثله مختلفه لاربع مشاريع. مين عنده سؤال؟ الدنيا واضحه يا شباب؟ لا هو بس يا دكتور احنا مخضوضين شويه من كميه الداتا اللي مطلوبه في المشروع. ليه؟ طب انا وريتكم زمايلكم نفس الكورس بالظبط خدوه ومطلعين شغل اهو، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات رائعه يعني. اوكي، بس ممكن يكون الحاجات دي اوريدي هم اشتغلوها في الشركات بتاعتهم فشويه ساعدتهم يعني. لا مش شركات خالص على فكره، هم كلهم طلبه زيكم يا شباب. هم كلهم زيكم بالظبط، هو الفرق الوحيد ان الكورس بتاعنا اونلاين فاحنا بنتقابل بس فيرتشوال. بس هم انا كنت بقابلهم على ارض الواقع وبتقابل معاهم يعني في الاكاديميه في فرع سمارت فيليج، بس انتوا بنتقابل فيرتشوال، هو ده الفرق الوحيد، بس نفس الماده نفس يعني اقصد كل حاجه احنا انتوا خدتوها هم خدوها، مفيش حاجه اكتر من اللي انتوا خدتوها هم خدوها، بس على التوازي الفرق الوحيد اللي انا كنت بقابلهم فيزيكال مش بقابلهم اونلاين. مين عنده سؤال تاني؟ دكتور بعد اذنك الكابكس والاوبكس بس ممكن تشرحهم لنا تاني؟ احنا قلنا مع بعض الكابيتال اكسبندتشر مصاريف التاسيس، انت عشان تاسس مكان محتاج، يعني هو كان في المثال الاولاني في السوبر ماركت قال لك انا هشتري محلات، يعني هيشتري محلات او هيبقى عنده مثلا قطع ارض ياسس فيها محل هيكلفني 10 مليون، ده من وجهه نظره يعني. فالتاسيس يعني ايه؟ اللي انا بشتري مكان، بجهز فرنيتشر، بجهز اجهزه كمبيوتر، بجهز المكان بيضات ودهانات وتشطيبات، وبعمل تصاريح، بعمل تراخيص. هو ده التاسيس، بتاسس كانك بتاسس شركه، المصاريف اللي انت هتدفعها عشان تاسس شركه. طيب الاوبكس بقى العكس، تشغيل الشركه. وطبعا حضرتك عندك شركه وفاهم، فتشغيل الشركه بيبقى فيه مرتبات، فيه ايجار، فيه كهرباء، فيه مصاريف عموميه بتدفع، فهو عامل استيميشن لمصاريف التاسيس هتبقى في حدود كام، وحاطط التفاصيل بتاعتها، وعامل استيميشن عشان يشغل المكان هيصرف قد ايه في يناير وفبراير ومارس وابريل وهكذا لغايه لما الشركه تقف على رجلها. وبعد كده عامل استيميشن للريفينيو، هبيع بقد ايه وهيدخل لي فلوس قد ايه وهكذا. اتفضل يا عمرو. بقول لحضرتك يا دكتور، هو السيكونس مهم يا دكتور في البروجكت؟ يعني معنى ايه؟ انا اخترت دلوقتي الفكره وبعد كده بختار الاسم وبعد كده بعمل لوجو وسلوجان للشركه وبعد كده بعمل فيجن وميشن وبعد كده بعمل اللي هي البيزنس موديل او الاوبجكتيفز بتاعت البروجكت ايه وبعد كده بيزنس موديل وبعد كده الكيس ستادي. بس في حاجات احنا شفناها في برزنتيشن ثانيه، يعني مثلا زي الكابكس والاوبكس في حد كان عاملها بتفصيل ديتيلز اكتر، هل دي مثلا هنحتاج ندخلها في البرزنتيشن ولا هتبقى هتكفي بال؟ بص هقول لك على حاجه، اولا ده على حسب خبرات الزملاء اللي في المشروع، يعني ممكن يكون مثلا الزملاء اللي كاتبه تفاصيل ماليه ممكن يكون في حد معاهم في المشروع حد محاسب هو فاهم قوي في الماليات، فعشان كده يعني بيحاول يبين الكومبتيتيف ادفانج او يعني الحته اللي هو شاطر فيها. فبرضه نفس القصه، انتوا مثلا خمسه
على سبيل المثال، فأكيد كل واحد فيكم شاطر في حاجة، اللي بعضكم مثلا محاسب أو مهندس أو طبيب أو سكرتارية أو اتش آر أو، فكل واحد يمسك الحتة اللي هو شاطر فيها ويعملها يعني بأعلى مستوى. يعني لو فيكم حد مثلا اتش آر في الفريق يحاول بقى يعمل الجزء بتاع الجوب ديسكريبشن والجوب أناليسز ويعمل الاستراكشر بتاع الشركة ويعمل إدارات ويعمل، ما دي ملعبه أصلا. لو عندكم حد مثلا محاسب يبتدي بقى يعمل بريك ايفن اناليسز ويعمل الفوركاستنج او الريفينيو ستريمينج ويعمل يعني الكابكس والاوبكس، فدي هتفرق كتير قوي ان كل واحد. عشان كده قلت لكم في الاول يفضل ان يحصل ميكس في البروجكت، ما تبقوش كلكم مهندسين، لا يا ريت يبقى حد محاسب حد مهندس حد طبيب، انتوا في مجموعه واحد، فالدايفيرسيتي في حد ذاتها يعني في صالح المشروع. هي المشكله كلها في اعتقد يعني عند معظم الناس ان هو الفيزابيلتي ستادي، ممكن الناس ما تبقاش اوير قوي بالستبس بتاعت الفيزابيلتي ستادي او بالارقام اللي احنا هنحطها في الفيزابيلتي ستادي، او هل الارقام دي فعلا اكيوريت وفعلا هتماتش الفيزابيلتي ستادي. بص هي فيها طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده فيها جزء استيميشن وفيها جزء ممكن اعمل زي ماركت ريسيرش كده. يعني مثلا انت بتقولي مثلا الايجار هيبقى في حدود 5000 في الشهر، طب انت عرفت منين؟ يا اما انت ساكن في المنطقه وعارف الايجارات في حدود كام، يا اما انت عملت ماركت ريسيرش، يا اما انت ضربت رقم وخلاص. فانا ممكن انا سالت في المنطقه، دخلت على الانترنت عملت سيرش لقيت متوسط الايجارات 5000 في الشهر على سبيل المثال، فحطيت دي عندي كبند. او انا ساكن في المنطقه وانا عندي شركه فانا عندي معلومه ان الايجارات هتبقى في حدود كذا، فهتلاقي في بعض الارقام انتوا جايبينها عن طريق الخبره وبعض الارقام ضربنا باي لك. يعني بس انا برضو الامانه ما فيش فيزابيلتي ستادي بتطلع في شهر او شهرين، يعني فيزابيلتي ستادي بجد لا بتاخد وقت، وكمان الفريق عندي متخصص، فاحنا ده اول مشروع لينا ولسه بنتعلم وكمان تايم ليميتد، فاحنا الحاجات دي يعني بنتجاوز عنها، يعني مش هنحاسب على الارقام قوي ولكن احنا بنحاسب على الميثودولوجي المنهجيه. طب في امكانيه يا دكتور ان احنا نسكيب الفيزابيلتي ستادي عشان ما فيش حد اعتقد ان هو عنده ليه ما احنا شرحنا الموضوع وكتبنا الخطوات واديتكم تمبلت حتى تشتغلوا عليها. يعني لا طب احنا مش شرط سكيب، احنا ممكن نحط مثلا الهايلايتد مثلا زي التكنيشن ستادي والاوبريشن ستادي والاستادي الثالثه اللي هي بتاعه ماشي. ما احنا قلنا التكنيكال ستادي والاوبريتنج ستادي بس من غير ارقام وفاينانشال ستادي. هرجع مره ثانيه، انت مش عارف ارقام اعملها استيميتد، بس ليه ما نحطش ارقام؟ اصلا ما فيش فيزابيلتي ستادي من غير ارقام، انت عمرك يعني قيمه الفيزابيلتي ستادي اصلا في ارقام. زي ما قلت لك الراجل من وجهه نظره انا محتاج 20 مليون عشان اعمل مشروع، فقال لك انا معايا 10 مليون واخد قرض ب 10 مليون على 5 سنين الفايده 15% في المتوسط، فهو واخد في الاعتبار اللي هو هياخد ريسك اللي انا هاخد قرض، والله اعلم طبعا السوبر ماركت هيشتغل ولا مش هيشتغل، بس هو عامل الكلام ده في الاعتبار. طب ليه ما عملتش الكلام ده؟ البوينت كلها ان هي دايما فيزابيلتي ستادي للبروجكتس بتبقى مع كونسلتنت او مع المكاتب الكبيره زي حازم حسن او مكاتب اللي هي معروفه اللي هي بتعمل فيزابيلتي ستادي للبروجكتس. فاحنا اعتقد ان هو ما فيش حد فينا عنده اكسبيرينس. احنا بنتعلم برضه بس باشمهندس عمرو، انا مش عايز حاجه بروفيشنال وعايز حاجه يعني كلاس ايه فيزابيلتي ستادي. احنا بنتعلم زي ما احنا بنتعلم سوات اناليسيس وبنجربها، زي ما بنتعلم مثلا بزنس. طب يا دكتور يعني انا ان انتوا مش محترفين، احنا لسه بنتعلم، وبرضو التقييم على اساس ان احنا بنتعلم مش على اساس ان الناس محترفه فهنحاسبها على الارقام والمصداقيه بتاعت الارقام، فما تقلقوش من النقطه دي. طب يا دكتور بعد اذنك بس ممكن طب ثانيه بس محمد ارجع لك بعد ما خلصت. ماشي اتفضل اتفضل. معلش هي حاجه اخيره بس، بعد فيزابيلتي ستادي احنا بنعمل بلانز للمشروع، وبعد كده البيزنس بلان بتبقى تفصيليه، عندك ماركتنج بلان، عندك اتش ار بلان، فاينانشال بلان، عندك اللي هي التفاصيل بقى الاوبريشنز بلان. هنحتاج البورتر 5 استراتيجي ولا مش محتاجين؟ البورتر 5 فورسز بقى في مرحله الماركت اناليسز اللي هي في مرحله الستارت اناليسز. اوكي ثانك يو. العفو يا صديقي، فانا هبعت لكم ان شاء الله يعني البروجكت بتاعت زمايلكم يعني يعني كامثله، بس مش لازم طبعا تعمل حاجه زيها، بس هي يعني تفكرك الحاجات اللي مطلوبه في البروجكت. اتفضلي يا اميره. هرجع لك يا محمد. اتفضلي يا اميره. ماشي اتفضل يا دكتور. سوري يا دكتور، احنا اخترنا يعني في مجموعتنا اخترنا مشروع بيتكلم عن الاورجانيك فود، فقلنا يعني اخترنا ده على اساس ان هو اتجاه الدوله حاليا وهكذا، اخترناه على اساس ان احنا نذاكر حاجه جديده ونتعلم مجال جديد بس ما حدش فينا بيفهم فيه،
فيعني شوية تايهين وبنذاكر الموضوع نفسه الأول قبل ما نبتدي في دراسة الجدول. بس خلي بالكم احنا عندنا ميعاد التسليم يوم يعني السبت الجاي, ما تخلي بالكم برضه عندنا في وقت. اوكي مفيش مشكلة, احنا فعلا بنجمع. انا قصدي ان احنا يعني لازم هتكون في شوية معلومات خاصة بالموضوع نفسه مش دقيقة, لكن بالنسبة لدراسة الجدول نفسها لا اكيد ان شاء الله هتكون يعني ماشي اكسبت. ما عنديش مشكلة برضه يا شباب, بس احنا بنتكلم عن المعلومات الداخلية للدراسة. اكسبت يا شباب. شكرا يا دكتور. احنا بس قصدنا ان الموضوع يعني احنا ما حدش فينا تقريبا ليه خبرة فيه, بس قلنا ان هو هيكون حاجة جديدة علينا فيعني بنذكرها بس مش اكتر. فالمعلومات اللي من جوه نرجو ان حضرتك تعذرنا فيها. انا محتاج بس كل جروب مع الكوردينيتور مع اسراء ان كلكم تبعتوا لهم اسماء الطلبه وفي نفس الوقت اسم البروجكت, واسراء تجمع لي الكلام ده في صوره اكسل شيت, يبقى عندي عارف بقى مين هم التيم ممبرز, ايه هو اسم المشروع, بحيث يوم المناقشه ان شاء الله بقى انا فاهم مين اللي بناتهم ونوع المشروع واسم المشروع. شكرا يا دكتور. حضرتك اتفضل دكتور محمد معاك. ايوه دكتور. انا بس بستاذنك طبعا ومع احترامي لجميع الزملاء, المشروع بتاعنا يعني الحمد لله هو جاهز في دماغي شويه وتفاصيله يعني الحمد لله كويسه, واحنا شغالين كفريق. انا معانا في الفريق 2 محاسبين بفضل الله, يعني 2 بنوك كبار. ممتاز ممتاز. بس انا اللي فاضل انا عايز اطلع يعني حاجه بمنتهى الدقه, وبصراحه يعني لسه هنعمل سيرش. يعني انا حطيت بفضل الله يعني الحمد لله حطيت كل دماغي وكتبت حاجات كتيره, بس انا حاسسها لسه ناقصه, وحتى الشباب برضو بيشتغلوا من طرفهم وانا بعمل حاجات يعني من طرفي. بس ممكن بعد اذنك ناخد يعني الاسبوع ده نذاكر, والاسبوع اللي بعديه عشان نخلص الفيزابيليتي ستدي بتاعتنا. ما دي برضو مش ينفع, ده لازم قرار الجامعه. انا خلي بالك احنا كان المفروض نسلم الاسبوع ده وخدت اكسبشن استاذ مصطفى, اجلنا اسبوع. فانا ممكن ناخد اكسبشن, ممكن ناخد اكسبشن تاني في الموضوع ده, بحيث ان احنا حتى ما عندناش لسه يعني حضرتك اخر ماده في الترم ده, احنا بعد كده مش هنبتدي على طول, ما عندناش ماده بعدها على طول. فحتى مثلا لو لاخر الشهر كده كده طبعا, حتى لو ابتدينا الترم الجاي مش هنبتدي قبل مثلا 10/7 زي كالمعتاد يعني. طبعا بعد اذن زمايلي مش هرد عليكم لما ارجع للاستاذ مصطفى عشان هو اللي معاه الجدول ومحتاج تمام عطا تمام احمد. طبعا 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 يا دكتور, بس انا برده مرتبط بسكادوال الجامعه يا شباب, ودي نفس النقطه اللي انا قلتها لكم قبل كده, فانا ما ينفعش اغير المواعيد كده من يعني من طلقي او من مزاجي من غير ما ارجع للجامعه. تمام يا دكتور مع تمام تمام. انا بس اللي انا خدناه الاكسبشن اللي انا هنبتدي السبت مش الجمعه, عشان زميلنا اسلام يعني مسافر الجمعه, فانا قلنا خلاص هو عشان بس يا دكتور الاسبوع ده هناخده بصراحه للمذاكره, فبرضه هنأثر في الفيزابيليتي ستادي, مش هنقدر ندي الاثنين بصراحه يعني. طيب يعني انا كمان مشروعي يعتبر جاهز, بس برضو احنا ايه مضغوطين بصراحه, عصبيا شويه بصراحه. طب ارجع بس الاستاذ مصطفى ونرجع لدكتور عطا ودكتور احمد برضو بعد اذن الزملاء كلهم, يعني برضو نشوف رايهم ايه. ده رايي انا مش عارف هم رايهم ايه بصراحه. طيب مفيش مشكله, ارجع بس للدكاتره الافاضل وارد عليكم عشان ده قرار الجامعه مش قراري. شكرا يا دكتور, الف شكر حضرتك. طيب مين عنده سؤال تاني يا شباب؟ اتفضل دكتور اسلام. السلام عليكم دكتور احمد. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل اتفضل. هو مش سؤال, هو بس تاكيد على الطلب اللي طلبه الدكتور محمد. وانا عارف طبعا الرد بتاع حضرتك ان انت هتشوف المختصين, لان احنا للاسف الجروب بتاعنا الميديكال مضغوطين ضغط شديد جدا في الشغل, فاحنا هيبقى صعب علينا ان احنا نذاكر للامتحان وفي نفس الوقت نعمل بروجكت, لان احنا بنشتغل يعني مش عايز اقول لحضرتك 24/7. كان الله في العون دكتور اسلام. كان الله في العون, ربنا يقوي حضراتكم. اللهم امين. احنا طبعا عارفين ان اليومين دول فعلا صعبين على كل الزملاء الاطباء, ربنا يكون في عونكم جميعا ويعني يقويكم على المسؤوليه والامانه اللي عندكم, وربنا يا رب يعني يعدي المحنه دي على خير, وان شاء الله تؤجر عليها دكتور اسلام ويؤجر كل الزملاء. فانا والله انا معاكم, بالعكس اعطيكم, انا هستاذن الجامعه لو الجامعه وافقت انا هحاول لكم, انا واقف زي المره اللي فاتت. يعني المره فاتت انا ما اديتكوش قرار من غير ما رجعت للاستاذ مصطفى, فنفس القصه بالظبط, هقول للاستاذ مصطفى هو هيعرض الموضوع على دكتور عطله ودكتور احمد, ولو هم وافقوا هروح راجع على الجروب اقول لكم اوكي يا شباب الجامعه وافقت وهنبدا ان شاء الله امتحاننا يوم كذا والمشروع كذا. فكده ولا كده احنا اتفقنا على الامتحان, بنتكلم على المشروع, فهرجع للجامعه وارد عليكم في النقطه دي. عناية ليكم حاضر. طيب حد عنده سؤال تاني؟ قدامنا 5 دقايق والسيشن تفصل. حد عنده سؤال؟ اتفضل يا باشمهندس عمرو.
اتفضل يا نهلة. دكتور انا عندي مشكلة في فكرة الجزء المالي ده، ان احنا محدش فينا عنده الاكسبيرينس دي في المجموعة بتاعت البروجكت بتاعتي. ماشي، بس انتوا درستوا فاينانشال اكاونتنج، يعني برضو انتوا عندكم على الاقل مبادئ الاداره الماليه. يعني احنا ما انا ده اللي انا بتكلم فيه، احنا عندنا المبادئ لكن مش هنعرف مثلا نعمل زي البروجكت اللي حضرتك عامله الزملاء اللي عاملينه في السمارت فيلج، في ديتيلز اكتر. فهل ده هياثر مثلا على الجريد؟ انا عايز اقول لكم بس عشان تبقى انتوا مطمنين، الزملاء بتوع سمارت فيلج زيكم بالظبط. نديل يعني الارقام اللي هم بيقولوها والتحليلات مش لازم تكون دقيقه 100%، ممكن تكون فيها بعضها استيميتد فيجرز، بعضها تاليف، بعضها كلام عامل له مايكرو ريسيرش او جمعين داتا صح. فما تقلقوش، احنا بنتكلم على منهجيه مش بنتكلم على تفاصيل ارقام، بتكلم على المنهجيه نفسها. فالمنهجيه انتوا عارفينها، ما انتوا خدتوها، يعني مثلا ممكن كاش فلو ستيتمنت من درستوا كاش فلو ستيتمنت على سبيل المثال، يعني معايا لو قلنا مثلا بريك ايفن اناليسيس، ما انتوا درستوا الكلام ده. يعني اقصد ان اللي انا عايز اقوله بس ان النقاط اللي الزملاء عاملينها هي تطبيق مباشر للمفاهيم البسيطه اللي انتوا درستوها، سواء في ماده الفاينانشال اكاونتنج او ماده الايكونومي او ماده الكونتمبرري مانجمنت، ما فيهاش حاجه انتوا ما خدتوهاش. يعني انتوا لما ابعت لكم الباوربوينتس ممكن تلاقي هم عاملين ديب ريسيرش، عاملين شغل ادفانسد شويه، ولكن الاساسيات هتلاقيها عندكم برده. خلي بالك نفس الكورس اللي انا درسته لكم بالظبط هو اللي درستهم للزملاء في سمارت فيلج، يعني هم ومستواهم زي مستواكم بالظبط. يعني مش هقول لك مثلا ناس اشطر بكتير فهم بقى عتاوله، هم زيكم بالظبط. الفرق الوحيد اللي انا كانت المحاضره، يعني زي ما قلت لكم فيس تو فيس، المحاضره بتاعتكم فيرتشوال، ده الفرق الوحيد، بس هم زيكم بالظبط يعني ما تقلقوش. فانا واثق يعني ان انتوا هتعملوا مشاريع احسن منهم كمان. سامعيني يا شباب؟ بس الفكره يا دكتور، انا سامعه حضرتك، بس الفكره يا دكتور ان يمكن الظروف مختلفه، لان مثلا احنا بالظروف الحاليه بتمنعنا ان احنا نعمل ميتنج ريجولر بيزس، يعني دايما الميتنجز بتاعتنا بتبقى اونلاين مش شايفين بعض. انا بتكلم على جماعه المشروع هوفر يمكن الباقيين كان عندهم فرصه في ان هم يقعدوا اكتر ويبقوا يعني عندهم اللكشري بتاعت ان هم يميتوا ويعملوا ستادي احسن من عندنا احنا في ظروفنا الحاليه. ماشي، ده ممكن يكون عندك حق برضو فيه الامانه، يعني هما كان بيتقابلوا في الجامعه، كان ممكن يتقابلوا في كافيه بره ويقعدوا يدردشوا مع بعض، انت معاك حق في النقطه دي برضو. فعلا يا دكتور، دي نقطه فرقه معانا كلنا، احنا تقريبا بنكونكت كلنا اونلاين برضو. انا معاكم في النقطه دي يا شباب، يعني بالنسبه للنقطه بتاعت منى والنقطه اميره، انا معاكم في النقطه دي، اللي يمكن يكون هما كان ظروفهم افضل شويه مننا، بس انا برضو هنراعي الكلام ده في التصحيح. يعني لما نصحح الورق او نصحح الدرجات، يعني ان شاء الله هنراعي الكلام ده. يعني اما استاذن حضرتك يا دكتور، بس معلش حاجه بسيطه، كله لا يترك كله. هو واضح الناس كلها عندها مشكله في حته الفاينانس، او مشكله في الكيس في سوري في الفيزابيلتي ستادي. استاذنك يا دكتور، بس ممكن نبقى نحط يعني الهايلايتس بس بتاعت الكيس بتاعت الفيزابيلتي ستادي ونضغط عن حته الارقام؟ اي، ما انا قلت لكم حاضر، ما تشغلش بالك موضوع، انا قلنا نتكلم على المنهجيه بس الناس فاهمه ولا لا. وزي ما اتفقنا انت في محاضره كامله شرحناها وفي تمبلت شرحناها. وعلى فكره برضو نرجع مره تانية، طالب الدراسات العليا ملوش حجه، انتوا لو دخلتوا على اليوتيوب عملت مثلا يعني سيرش على اليوتيوب هتلاقي بالصوت بالصوره بالشرح بالفيديو. على فكره انا عايز اقول لكم، يعني انا لما كنت بعمل الماجستير والدكتوراه في هندسه، مش في ام بي اي كمان، الدكاتره كان بيرميك في البحر يقول لك عوم لوحدك. يعني خلاص، يعني مثلا بيديك اسم معلومه انت تدخل على الانترنت تدور عليها وتعمل لها داونلود وتتفرج عليها وتقراها وتذاكرها، ولو في حاجه مش فاهمها ترجع له. بس هو ما كانش بيشرح زي ما احنا بنشرح يعني. فعشان كده بقول لك، يعني مثلا انا قلت لك بس في زابيل ستادي، المفروض الناس تدخل وتفهم يعني في زابيل ستادي. اتفضلي يا اميره، عندك سؤال؟ طيب هقول لكم شكرا ليكم يا شباب، عشان خلاص السيشن هتفصل. وانا كنت سعيد جدا 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 في وسطيكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا. وكل واحد بقى يفكر احنا النهارده عندنا ايه معلومات، ومثلا من شهرين فات كان عندنا ايه. هتحس فعلا حصل جاب اناليسز اللي احنا بنتكلم عنها، ان فعلا كميه الفايده اللي احنا استفدناها في الاسبوعين الشهرين باذن الله باذن الله تكون يعني عند حسن ظنكم، وباذن الله نتقابل في كورسات تانية جديده. ويعني اشكركم على وقتكم ومجهودكم وتفاعلكم، بنشكر شكر خاص لاسراء
تعبت معانا جامد يعني الترم ده، وباذن الله باذن الله كلنا نصيب ونتقابل في كورسات تانية وفي اجتماعات تانية، وباذن الله باذن الله امتحاننا يوم السبت، وهتستاذن الجامعه ناجل المشروع اسبوع، وان شاء الله تعالى تكونوا انبسطتوا معانا، واشوفكم بالف صحه وسلامه وخير. سلام. في امان الله يا دكتور. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا.